ويلتحق بنا في الاستوديو المحلل السياسي ورئيس مركز القرن العربي للدراسات الأستاذ سعد بن عمر. أهلا بك أستاذ سعد. برأيك أستاذ سعد، كيف ستعزز القمة العربية 29 للأمن القومي العربي؟ نعم، الحقيقة في كل مرة يتحدث المحللون السياسيون ويقولون نحن نمر بوقت حرج والقمة تنعقد في وقت حرج. نعم. وأنا أقول هذا الكلام، ولكن الحقيقة لم تمر على الأمة العربية أوقات حرجة مثل ما تمر عليها الآن لعدة أسباب، ولها أننا مهددون من قبل ثلاث دول أو ثلاث كيانات أو ثلاث قوميات إذا صح التعبير، إيران وتركيا وإسرائيل. هذه الدول جميعها لها مطامع فينا، ولم يكن يوما من الأيام هذه الدول على مستوى من القوة ومن النفوذ مثل ما هي عليه الآن. والعكس صحيح، لم تكن الأمة العربية سواء مجتمعة أو متفرقة دول في ضعف كما هي عليه الآن. لذلك أنا أقول وأردد هذه المقولة أن الأمن العربي مهدد جدا من هذه الدول الثلاث. طيب. سواء القضية الفلسطينية التي هي محور نقاشات الأمة العربية وقضيتها الأولى، أو أمن المنطقة العربية الشرقي، أو أمنها الشمالي. طيب. أو الجنوبي. أستاذ سعد، لطالما ذكرت بأن هناك مخاطر على الوطن العربي من ثلاث دول، إذن السؤال الذي يفترض أن يقال، ماذا يمكن إذن أن يتم القيام به لإيقاف التدخلات سواء الإيرانية أو التركية أو الإسرائيلية؟ نعم، بالنسبة للقضية الفلسطينية هي القضية المحورية للوطن العربي والأمة العربية، وهي القضية الدائمة المطروحة على طاولة مؤتمرات القمة العربية في أي كان. وتمر القضية الفلسطينية قبل فترة يعني منعطف خطير، مسألة اعتراف أو محاولة الرئيس الأمريكي تثبيت أو اعتراف أن القدس عاصمة لإسرائيل، وهذا خارج عن قرارات الأمم المتحدة وعن الاتفاقات التي عملها الفلسطينيون مع الإسرائيليين. وهذا الموضوع هو الذي أعتقد سيكون له الدور الرئيسي أو الملف الأول. هناك شيء رئيسي، أمننا يعني مخترق، الأمن القومي العربي مخترق. الأداة الرئيسية هو في التضامن. القمة العربية الآن المنعقدة في الظهران هي بالدرجة الأولى تبحث عن التضامن العربي، والتضامن العربي من خلاله ومن خلال يعني التنازل عن بعض الأمور التي ممكن أن تزعج الدولة هذه أو الدولة ذيك، ممكن أن الأمور تمشي على ما يرام. هناك في العراق مثلا محاولة لجلب العراق إلى الصف العربي والابتعاد عن الجانب الإيراني، ولابد أن نراعي ظروف العراق. يعني بقية الدول العربية تراعي الظروف العراقية. أيضا هناك في ليبيا مشاكل نتيجة تدخل الدول العربية بأكملها كلا بسياستها. لذلك ليبيا مقسمة الآن بين حكومتين وبين ثلاثة أو أربع نفوذ في المنطقة. نعم. القمة العربية أعتقد أنها جسر للعبور إلى التضامن. نعم. العربي. دعنا نتوقف أستاذ سعد حول نلاحظ بأن درع الخليج المشترك الأول الذي يقيم في رأس الخير في منطقة الشرقية يأتي أيضا هو اختتم، والآن سوف تنعقد القمة العربية 29. إذن نحن نتكلم عن جهود عربية مشتركة للتلاحم والوقوف في صف واحد ضد تدخلات أيا كانت. نعم، هذا المناورة لا شك أنها يعني تعطي بعدا آخر استراتيجي وأمني، وتجعل هناك نوعا من الألفة والتنسيق العسكري بين هذه الدول. وقد سبقها التحالف الإسلامي أيضا بنية رئيسية في مسألة التصدي لهذه الأطماع. لكن يعني كمحلل سياسي وكمراقب للأوضاع العربية أقول أنه لا يمكن أن نصد هذه الأطماع ما لم يكن لدينا الحد الأدنى من التضامن. ولا ننسى الجانب التنموي. إذا أردنا أن يعني نغطي جانبا كثيرا من الجانب الأسود في علاقاتنا العربية، أن نغطي الجانب التنموي. الآن السوريون في وضع حرج، يجب أن ننتزع السوريين من الأنياب الإيرانية والتركية. لابد
إذا كانت سياسة الدول العربية سواء المملكة العربية السعودية التي هي تقود العالم العربي الآن بجهود مضنية وبتضحيات كبيرة من قبل قادتها أو الشقيقة مصر أو أي دولة في العالم العربي، لابد أن نضع الجانب التنموي في أمامنا كمخططين سياسيين. يعني الآن استطعنا بجهود ملموسة أن يكون العراق إلى حد ما إلى صف الأمة العربية، ورويدا رويدا سيستمر في هذا الجانب الطيب. السوريون أو سوريا لابد أن ننتزعها بأي شكل من الأشكال من المخالب الإيرانية والتركية وغير ذلك. ليبيا نفس الطريقة، ولكن ليبيا لا تعني من جانب تنموي، ليبيا تعاني من إشكالات سياسية واختلافات قبلية. فمتى ما توحدت الدول التي يعني يمسها الأمن الليبي خاصة مصر وتونس والجزائر في سبيل حل القضية الليبية وحل الإشكال، هنا يعني نسد ثغرة كبيرة في الأمن القومي العربي. أعود مرة أخرى أستاذ سعد حول تمرين الخليج المشترك الأول، هل تعتقد بأن هناك رسالة يوجهها هذا التمرين للعالم وأنه يتزامن مع نهايته مع انعقاد القمة؟ نعم، التمرين التعبوي هذا نوع من يعني الألفة والتخطيط والخطط المستقبلية بين يعني التحالف العربي القائم في اليمن الآن. أساسه ماذا؟ أساسه إنه درع الخليج العربي أو قوات درع الخليج هي كانت الأساس في هذا التحالف. يوما من الأيام عندما تكون إحدى الدول في حاجة إلى مساعدة أمنية أو عسكرية تكون هذه الدول أوريدي لديها نوعا من التخطيط، نوعا من العرف، نوعا من الفهم. فتحريك القوات من مكان إلى مكان والمناورات التي تحدث هي الجسر الحقيقي للتحالف القادم لأي قضية كانت. ومثل ما أوضحت أن التحالف العربي الآن في اليمن ووقوفه مع اليمن الشقيقة ضد التدخلات الأجنبية أساسه هو درع الخليج، ودرع الخليج نحن نعلم أن درع الخليج هو قوات شبه قوات مجلس التعاون الخليجي في 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 قاعدة واحدة وفي مناورة واحدة. هذه المناورة التي دأبت القوات المسلحة على يعني هذه المناورة الثانية أو الثالثة، يعني كانت الأولى في الشمال في العام الماضي وبقوات كبيرة من قوات إسلامية وعربية شقيقة. هذه القوات يعني كانت بزخم أكبر من ذي قبل وبتخطيط ومشاركة من جميع أنواع القوات المسلحة سواء السعودية أو الأخوة الأشقاء. حفاظاً على الوقت أستاذ سعد، ما هو المتوقع الخروج به برأيك حول الملف اليمني والسوري طبعاً والليبي كما أشرنا، ودعنا نركز على اليمني أكثر؟ نعم، الملف اليمني لا اختلاف فيه من القوات من قبل الدول العربية في أنه يجب أن تعود الشرعية كاملة مكملة، ويجب أن ينزع سلاح الميليشيا ويمنع التدخلات الأجنبية سواء إيرانية أو غيرها. الملف اليمني يكاد يكون هو الملف الأكثر وضوحا وأكثر اتفاقا من قبل دول جامعة الدول العربية. الملف السوري هو الملف الذي يكون أكثر وأكثر تعقيدا، ولا يسهل أن في هذا الحيز الضيق أن نسلط عليها الضوء بما يكفي أو بما يستحق نظرا لتدخلات الدول الأجنبية في سوريا. ولكن أقول لك مرة أخرى أن إذا كان لدينا كعرب، وهذا يعتمد على النظام السوري بالدرجة الأولى، يعني مهما حاولنا أن نجر النظام السوري للأمة العربية ونقدم له مصالح ونقدم له، وهو لم يرغب في مسألة انفكاك نفسه من الرهن الأجنبي الإيراني، بالتالي سيصبح صعب. نعم سيصبح صعب. بالنسبة للقضية الليبية أعتقد إن شاء الله أن هناك يعني جهود. توجه وجهود صادقة سواء من قبل الليبيين أو من قبل الدول العربية الأخرى في مسألة حل الملف الليبي. إذا كان معنا من داخل الاستوديو المحلل السياسي ورئيس مركز القرن العربي للدراسات الأستاذ سعد بن عمر، شكرا جزيلا لك.